الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به من آمن بالنبي ولم يلقه، هذا لا يسمى صحابي، يسمى مؤمن مؤمن ولكن لا يسمى صحابي، يسمى تابعي أو من أتباع التابعين لكن لا يسمى صحابي، وإن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فإنه لا يسمى صحابيا، مثل النجاشي رحمه الله، فإنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه فلا يقال أنه صحابي. ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وخرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب، آمن بالنبي ولم يره، هذا ليس بصحابي ولكن يعتبر من التابعين. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يخرج بذلك من لقي النبي ولم يؤمن به، فإن الكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لقوه ورأوه واجتمعوا به، ولكنهم لما لم يؤمنوا به لم يكونوا صحابة بل كانوا كفارا. ومات على ذلك، يخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصار صحابيا ثم ارتد، فإنه تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله من الصحبة وغيرها إذا مات على الردة. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما لو تاب، تاب الله عليه وعادت إليه الصحبة، عادت إليه الصحبة وجميع الأعمال التي فعلها قبل الردة تعود إليه، لأن الله قال فيمت وهو كافر، فدل على أن الذي يتوب ولا يموت على الكفر أنه لا تحبط أعماله، لا تحبط أعماله، لأن الله شرط لحبوط الأعمال شرطين، الشرط الأول يرتد، الشرط الثاني يمت وهو كافر، فهذا هو الذي يحبط عمله من الصحبة وغيرها، هذا هو الصحابي.